الراديو 90 90 هواها مصري. طب احنا من قمة الكوميديا في الوصية رحنا لقمة الدراما بقى في أمر واقع، لقمة العكننة. أنا من المسلسل ده أصلا في جيب. كلمي عن كريم فهمي بقى في الكواليس عامل ازاي. والله بصي كريم كوميديان اساسا بقى، يعني انا كريم مايل الفتره دي للسسبنس. انا بقيت بقول له يا كريم، يعني انا المفروض اضحك الضحك ده يا حبيبي في مسلسل الوصيه، انا ما ينفعش يا بابا اضحك في الكواليس هنا، انا داخل يا حبيبي اعيط كمان دقيقتين. انت بتضحكي في كواليس أيوة امر واقع وتخلوني انا اعيط اجهاد والله العظيم. اقول له يعني مش معقول انا لازم احضر الدمعه دلوقتي، مفيش حد يعمل كده في حياته وانا بتقعد عايز انا بتفرج. حرام عليك. احنا في المشهد اللي هو المفروض بتاع المسدس ده والقتل ده، احنا كنا بنضحك ضحك مش عادي يومها، بنضحك وكل ما بنيجي نقرا الكلام ونحاول نعمل المشهد خلاص الضحك ماسكنا مش عارفه تظبط. فالمخرج قال لي يلا يا جماعه، طب قلت له كريم الموضوع مش هزار، ما يصحش والناس يعني وده ماستر سين وقفلت حلقه وبتاع، ركز بقى. وقال لي يلا بينا، لا يلا مش عارفه ايه وبتاع، وابتدينا وهوبا الضحك. ايه ده مش ضحك عادي، احنا واخدين الموضوع جد. وعارفه لما انت بقك يبقى بيترعش علشان انت عايزه تضحكي بس انت قافله نفسك خايفه من بابا وماما يعني ما بالاحساس ده فاهم اللحظه دي بس. وطبعا ما قدرناش، ويومها المشهد ده اتلغى انه يتصور في اليوم ده، اتأجل اسبوع عشان تمسكوا نفسكم. اه والله العظيم، اصل يعني هنعمل ايه، خلاص مش بايدينا. هو الواحد ساعات فعلا وما ينفعش المشهد يتكرر خالص، يعني ما ينفعش خالص. دي مشكله الناس اللي دمها خفيف لما تروح تعمل حاجات ومشهد كله اداء يعني. ايوه كله اداء.